أهلا بكم مع أخبار الرياضة. خسر المنتخب الوطني لكرة القدم المباراة النهائية من بطولة كأس ملك تايلاند أمام الفريق المضيف بهدفين دون رد، وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى هذه المباراة النهائية بعد فوزه على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تغلب المنتخب السوري على الإمارات بهدف دون رد. استعرض النادي الجواد العربي كافة تفاصيل الترتيبات الإدارية والفنية لإقامة بطولة ياسمين الرمضانية الثانية لفرصية القفز عن الحواجز والتي ينظمها النادي خلال شهر رمضان الكريم. وتنطلق المنافسات يوم الجمعة المقبل، وأعلن رئيس النادي إبراهيم بشارات اكتمال التحضيرات للبطولة التي يشارك فيها فرسان من الأردن والعراق وسوريا ولبنان ومصر وإيطاليا وسوريا وفرنسا وسويسرا بالإضافة إلى كندا. كرم نادي القدس فريق كرة الطائرة للسيدات بحضور رئيس النادي علي الحسن وساري حمدان نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية وذياب شطرات رئيس اتحاد كرة الطاولة الأردني. وأشار علي الحسن إلى اهتمام النادي الكبير بالعنصر النسوي، وأيضا تصدي النادي لكل النشاطات التي ستقام مقبلا، مشيرا إلى أن النادي سيشارك في العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية. ويذكر أن فريق القدس للكرة الطائرة حلف المركز الثالث لدوري أندية كرة الطائرة للسيدات للعام الحالي. والله في البداية يعني الحقيقة هذا إنجاز رائع إنه يعني يتم يعني الحصول على المركز الثالث وحصول على البرونز مقابل مشاركة أول مرة، يعني هذا من يعني أنا بعتبرها انطلاقة رائعة جدا جدا جدا، يعني أنه يعني ما في أندية ممكن تحقق هذا اللي حققناه اليوم بعد سنة من تأسيس النادي أنه نحصل على المركز الثالث في هاي البطولة. كنادي القدس من حييه، وإن شاء الله إحنا حطينا أسس في اتحاد كرة اليد لدعم الأندية وخاصة الأندية اللي بتنتسب للاتحاد وبتشارك بالفئات العمرية، فالفئات العمرية أعطناها وزن كبير للدعم حتى نوسع القاعدة. بتمنى إلى أنه يستمر نادي القدس بهذه الروح العالية. الحقيقة نادي القدس هو نادي من الأندية الحديثة في مجال الكرة الطائرة، وهذه أول مشاركة أول في البطولات الرسمية للاتحاد. أول شيء نشكر إدارة نادي القدس على اهتمامهم فينا، وطبعا تألقنا هاي السنة جبنا المركز الثالث، بس إن شاء الله حنكثف تدريباتنا ونتألق السنة الجاي أكتر. كان تكريم رائع ونشكرهم كتير على كل جهودهم. إحنا فخورين بما إنه هي لأول سنة إحنا عم نلعب وعم ننافس بهيك بطولة على مستوى المملكة، وإحنا كتير مبسوطين إنه لأول سنة بنشارك وحققنا مركز من المراكز الثلاثة الأولى. بعد الإخفاق في المونديال الأخير، بدأ المنتخب البرازيلي مشواره في بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي أمام منتخب الإكوادور. التفاصيل في التقرير التالي. في لقاء بدني وقوي تعادل منتخبا كوستاريكا وباراغواي سلبيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا. هذا التعادل العادل أعطى صدارة المجموعة لمنتخب كولومبيا الذي انتصر في لقاء سابق على المضيف الولايات المتحدة الأمريكية. المجموعة الثانية شهدت فوز بيرو في أول لقاء في البطولة على المنتخب المغمور هايتي بهدف نظيف سجله باولو جيريرو في الدقيقة 61. بيرو استغل التعثر راقصي السامبا بالتعادل أمام الإكوادور بدون أهداف لتتصدر المجموعة الثانية، فيما حلت البرازيل في المركز الثاني وجاءت الإكوادور في المركز الثالث وهايتي في المركز الأخير. ويواجه اليوم منتخب جامايكا نظيره الفنزويلي، فيما يلتقي منتخبا المكسيك والأوروغواي في قمة المجموعة الثالثة. فجرت الإسبانية غاربياني مفاجأة من العيار الثقيل عندما فازت على الأمريكية سيرينا ويليامز حاملة اللقب في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بمجموعتين دون رد، وأنهت غاربياني المجموعتين بنتيجة 7-5 و6-4 لتحرز الكأس للمرة الأولى في مسيرتها. وباتت غاربياني أول إسبانية تفوز في بطولة باريس منذ فوز أرناتشا سانشيز في عام 1998.